أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعين قناة المجد، اليوم معكم إن شاء الله رح نعمل من المطبخ الشامي أكلة اسمها فتة مقدونس. كثير ناس من أصحابي يلي من غير جنسية سورية بيسألوني شو هي فتة مقدونس، بيختلف عن المقدونس، في عنا مقدونس وفي عنا فتة مقدونس. فتة المقدونس كمان بيدخل فيها الباذنجان، بس حشوتها بتختلف وطريقة أكلها كمان بتختلف. هذيك تعتبر من المخللات، هي بتعتبر من الطبق الرئيسي. ورح يكون معنا كمان شوربة الجزر، ورح نبدأ على السريع لأنه فيها شوي شغل. هي أول شيء طبعا بناخذ، وعلى فكرة رح يكون معنا كمان سلطة الباذنجان. اليوم حابب أن يكون عندنا أكثر من شكل من نتعامل فيه مع الباذنجان. الباذنجان تبع الفتة المقدونس لازم يكون بهذا الحجم الصغير. دغري أنا حاطط الزيت على النار، رح نقليهم. رح نخليهم هيك ليستووا من جوا ومن برا. طبعا انا قسمت الباذنجان بالنص وحطيت له شويه ملح، خليتها شوي قبل البرنامج مشان تدبل، مشان تساعدني بحشوتها. رح نبدا دغري باللحمه اللي هي الحشوه تبعتنا. الحشوه تبعتنا رح تكون عباره عن لحمه وبصل، وطبعا الشغلات المطيبه لها. وهنا نستخدم كمان معها الثوم. اول شيء بنعلي الغاز شوي، رح ناخذ معلقتين من زيت الذره، بسم الله، هي واحد وهي اثنين. رح ننزل بالبصل بس ليحمى شوي الزيت، ورح ناخذ كمان شوي من الثوم السلايز كمان بالاكله هذه. انا بحب دائما استخدم نوعين من الثوم، يعني الثوم الناعم والثوم المقطع سلايز. طبعا فرمت البصل كمان قبل، رح نقطع هلا رح ننزل بالبصل. نبدأ نحركه شوي لبين ما يدبل، وبعدين ننزل باللحمة. الباذنجان شبه جاهز. هلا الخطوة اللي بعد هاي لازم نشتغل بقى احنا على الشوربة. الشوربة مثل ما قلتلكم شوربة جزر، عبارة مفيدة كمان للأطفال جدا. هاي رح ناخذ قطعة صغيرة من الليج مشان شوربة البصل. خلينا اول شيء نطبق تبعية اللحمة مشان ما نتخربط. هاي اللحمة جاهزة هون. الباذنجان عندي جاهز كمان، بس خلينا نحركه شوي. طبعا سلطة الباذنجان كمان ناخذ باذنجان الكبير
مثل ما علمتكم بالحلقات الماضيه انه كيف نعرف اذا كان البذر تبعه قليل او لا على حسب سفر الباذنجان. طبعا اخذته رشيت عليه شويه ملح، مش هيك تشوف شلون بتصير تطلع ميته بهذا الشكل، شايفين؟ وتحطوا له ملح بتصير تطلع المي تبعيته. بعد ما تطلع المي تبعيته نحن دغري بنلكه بالطحين بهذا الشكل، مو صعب هذا عشان ما يشرب زيت كتير. رح نعمله على مرحلتين. المرحلة الأولى أول شيء رح نقليه 3/4 القلية بالزيت، وبعد منها رح نحطه شوي على الشواية مشان ينشف أكثر. هلا بننزل بالثوم السلايز ومعلقة صغيرة من الثوم العادي، مقدار تقريبا شي حبة ونص حبتين، اللحمة صارت جاهزة. هاي بتختلف عن الأكلة العراقية اللي سويناها المرة الماضية، إنه سوينا اللحمة وقتها 3/4 سوا، هاي لا بنخليها مستوية سوا كامل. طبعا رح اعود على حسب الرغبه، بتحبوا تحطوا لها سنوبر، بتحبوا تحطوا لها جوز، اي شيء انتم بتحبوه او لوز حتى. هلا رح نبدا مع شوربه الجزر. طبعا تقطيع عشوائي بس يكون نحيف. هاي القشره قاسية ما بدي اياها. هيك صار معنا الليك جاهز. رح ناخذ الطنجرة تبعيت الشوربة نحطها ونقوي عليها شوي الزيت. رح نحط لها معلقة صغيرة زيت من الذرة ونص، ورح نحط لها شوي زبدة. الباذنجان هون عندي جاهز، اللحمة عندي جاهزة. هلا بنزل بالليج تبعت الشوربة. الجزر طبعا أنا قطعت شوي أو قطعته 3/4 وبقي يعني عندي كم حبة كمان بنقطعهم تقطيعات. المهم أهم شيء إنها تكون نحيفة مشان بسرعة تستوي معنا. هلا بنقلب نحن هون الليج. الليج كثير طيب بالشوربات ومفيد، مو يعني بس انه بيعطي نكهه، لا وفي له فوائد كثيره. هلا بننزل بالجزر. نقلبهم مع بعض. في هذا الوقت رح نفرم شوية جوز. مشان نحطه للحشوة وبنحط لها البهارات تبعيتها اللي بدنا نحطهم. هاي صار الجوز معنا جاهز، بنوطي الغاز عليه شوي. هلا بنحط البهارات اللي نحن بنستخدمها. رح نحط لها
شوي من البهارات المشكلة، السبع بهارات، فلفل أسود، ونخليها تستوي. رح ناخذ شوية مي، نحط لها شوية مي. ونتركها لتستوي مزبوط، وبنفس الوقت نحن ما بدنا نحط لها أي شيء. رح نطلع هلا الباذنجان لأنه صار جاهز. بسم الله. هاي الأكلة كثير مشهورة بالشام وبالذات برمضان. هلا بنخليهم هون ليصفوا مزبوط. ننقل هذه لهذا الطرف، وهي بناخذها لهون. رح ناخذ هلا مرقة دجاج، انا عامل من الاول رح مشان نحطها للشوربة. قبل ما اخذ واحط لها هي، رح ننزل الباذنجان اللي احنا سويناه تبعية السلطة. هذا هو الباذنجان. بسم الله. هذا طبق اوروبي هو، يعني اليوم رح يكون معنا ثلاث مطابخ. هاي الشوربة مشهورة فيها سويسرا وألمانيا، أو في مقاطعة بين سويسرا وألمانيا هي المشهورة بهاي الشوربة، لأن هن بيزرعوا فيها كميات كبيرة من الجزر. فاليوم عندنا المطبخ السوري، المطبخ السويسري، المطبخ أوروبي. هاي لسه يعني صايرة انترناشونال، مختلفين بين إيطاليا وفرنسا عليها. هاد بيقول لهم إلي وهاد بيقول لهم إلي. طيب هلا مرتاحين نحن حتى بالوقت وما عندنا مشاكل فيه. رح ناخذ مثل ما قلت لكم مرقة الدجاج اللي رح نحطها للشوربة. نقلبه. صار لونه ذهبي مثل ما نحن بدنا، وهي الشوربة معنا صارت على النار. هلا الخطوة الثانية، طبعا انا حمصت رغيف خبز. هلا هاي بنحطها هيك وبننساها، ما عاد ما لنا خايفين منها. وهي بالنسبة لنا هي جاهزة، رح نفضيها بس ما رح نغسل الطنجرة هاي، دغري رح نستخدمها بشيء ثاني اللي هي المرأة تبعيت فتة المكدوس. هلا بننقل هذه لهون بهالشكل، بنحط هذه هون، وهذا ما عاد بدنا اياه بنطفيه. بناخذ صحن صغير كمان مشان ننشف فيه الباذنجان. بهالشكل حط له ورق تنشيف. شايفين لونه كيف صار بهالشكل هذا؟ كثير حلو هو، بس اهم شيء وقت تكونوا عم تشتغلوا بهذا الشغل او بهالطبخه بالذات ما يكون في اطفال بقلب المطبخ. طفي الغاز عليه هذا كمان. هلا هي هلا بيصفى بالاخير، بس علينا التطبيق. رح ناخذ هلا شوي من البقدونس اللي رح نحطه بقلب مع اللحم. يعني
بهيك حالة هذا جاهز، اللحمة جاهزة، هلا بنفضيها مثل ما قلت لكم أعزائي، ورح نستخدم نفس الطنجرة مشان نسوي فيها. واو، حتى لو زاد فيها شوي ما بيأثر. هاي الحشوة تبع الباذنجان، هاي كمان صارت عندنا جاهزة. هلا رح ناخذ على السريع بصلة صغيرة، وبنقطعها بهالشكل. إذا ملاحظين ما حطيت أنا زيت لأنه فيها زيت اللحمة، رح نحط لها كمان لأنه بدنا نحط لها شوية زبدة، وبنفس الوقت نحط لها معجون طماطم. حطينا نص بصلة صغيرة، حطينا معلقة صغيرة من الثوم المهروس، ربع قالب زبدة، هذا كلياته هلا بالاخير رح نفرمه فرم. رح ناخذ هلا معلقه صغيره من معجون الطماطم، رح ناخذ معلقه صغيره من الشطه الحلبيه، ربع معلقه عشان ما تكون حاره كثير. الشوربه بلشت تعطي ريحه كثير كثير حلوه، ما ملاحظين ما حطينا لها اي شيء من البهارات تبعيتها. هلا بعد منا رح ننزل طماطم مسلوقه ومقشره كلياتهم بنفس الوقت، لانه لازم يغلوا بشكل مظبوط. أنا مبسوط من إنه ماشي الأمور مثل ما بدي أنا. طيب هلا لبين ما يغلي هذا شوي نحط لها الطماطم، وبعد منها نطحنها. عشان نطحنها نجهز تبعيتنا هذه، وبنفس الوقت كمان رح نطحن الجزر. الجزر كمان شوربة الجزر مثل ما قلت لكم كتير 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 مفيدة للأطفال. نشاط، غذاء، فيتامين، بالذات احنا كمان هلا شوي بتصير بتبرد الدنيا. طول بالك، وين عم تفتح لحالك؟ خليك معي دك بطلنا. ها بس ها. هلا ناخذ شوي من مرقة الدجاج، مقدار كاستين من مرقة الدجاج اللي احنا عاملينها من الاول بنحطها. وبنتركها، نتركها على مهلها تاخذ راحتها، تغلي بكيفها، امتى ما بدها تقول انا جاهزة. شوربة الجزر جاهزة، خلينا نطحنها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الجزر لأنه مقطع رقيق والليق دغري من جد ريحة حلوة. هلا في شغله
هاي الشوربة لهلا واحد اثنين ماشيين فيها على الطريقة الأوروبية. طيب نحن أنا بالنسبة لي ما بدي أخذ شغلة كوبي وساويها وقول هي طبق أوروبي وأقعد أتفالح فيه، لا. طيب أنا وين، شو الشغلة اللي أنا رح أسويها هلا لهذا الطبق مشان نقول إنه هذا الطبق صار أوروبي بس معدل عربياً؟ رح نحط له، أنا جبالي حط له شوية زعفران. الزعفران كمان كتير مفيد. هاي باين معك الزعفران، صوره، هذا كتير حلو للأولاد. أنا كتير مهتم إنه يكون في الأكل هذا إنه يأكلوه الصغار مثل ما بيأكلوه الكبار، بس إنه يستفادوا منه الصغار كتير. على السريع هاي بنغسلها نرجع نحطها هون ونقلها لهي تعالي. هلا بس هلا هي هاي تتعقد يعني ال بسم الله. هيك صار كمان الصوص تبعنا جاهز، نرجعون على النار روق. هيك صار معنا الوضع تمام. خلينا هلا بقى نطبق مع بعض الاطباق تبعنا. اول شيء ننظف مكاننا، رح ناخذ اول شيء صحن السلطه. صحن السلطه شوف هذا حلو. يلا رح ناخذ الباذنجان على السريع وبنحط هذا هيك، وبناخذ جبنه موزاريلا شرايح. نحطها فوق، نعمل واحدة تانية بهذا الشكل، نرجع بنحط واحدة كمان كان نفس الشيء هيك. طيب خلينا نسوي ثلاثة بثلاثة. هلا الباذنجان لساته سخن وبنفس الوقت الموزاريلا بتتأثر كتير بالحرارة، هاي بنحطهم هيك. هلا رح ناخد هاي، خلصنا منها كمان. لسه ما خلصنا، ناخذ الشريحتين اللي بقيوا وبنحطهم بهالشكل. رح ناخذ حبة طماطم
كمان شريحة اثنين. هاي تمام. الشوربة تمام، رح نغرفها هلا على السريع بعد ما نزبط لها. لا ما رح احط لها بقدونس، رح احط لها الشايفز. الشايفز هو هاي براعم الثوم، بتعطي نفس طعمة الثوم. ناخذ هلا البلسمك، نحط له عرق صغير من الروزماري، لا نحط له من الريحان، ورقه بورقه. هذه صحن السلطة صار معنا جاهز. رح نبدأ على السريع بالشوربة، نغرف الشوربة لأن الشوربة تبعيتنا جاهزة كمان. بسم الله يا أخو، هذا الصحن حلو وهذا لا. ندور على صحن، أطباق سريعة ومفيدة ومغذية للجميع. رشة ملح بسيطة، شوي من الفلفل الأسود، بسم الله، وهي شوربة الجزر معنا جاهزة. هلا رح ناخذ الباذنجان، اول شيء نطمن الصوص تبعنا جاهز تمام. ناخذ اللحمة، رح نحشيهم مع بعض. كانوا يتباروا من زمان، مين بتسوي مثلا من شغلة واحدة كذا أكلة، يعني مثلا من البطاطا، من الباذنجان، يعني بقى كتير عملوا أخذوا أكلات من برا وعدلوا عليها. حلو إنه تاخد شيء من برا بس ما إنه تاخده كوبي وما أنتوا تشتغلوا عليه، يعني حتى لو شيء لمسة بسيطة. هلا هاد خلصنا منه، رح ناخذ هلا اللحمه اللي زادت نحطها مع الصوص، نقلبها التقليبه هاي. شويه ملح، شويه فلفل اسود، نعم، هلا نجهز بقى صحن الفتة تبعنا. خلينا نغير بس الجلافز،
نقي اول شيء الصحن اللي بدنا نغرف فيه. رح نسوي صحنين بما انه عملنا تنتين سلطه، يعني عم نعملهم لاكثر من شخصين. رح ناخذ الخبز نحطه بهالشكل نوزعه بين هون وهون. خبز عادي بس قطعته وحطيته بالفرن ليتحمص. هلا رح نوطي الغاز كتير هون هدول اللي رح نشتغل عليهم هلا. بس اول شيء لازم نسوي الطبقة الأخيرة اللي بدها تيجي فوق فتة المكدوس. رح ناخذ بولة صغيرة، رح ناخذ لبن، رح ناخذ حبة ليمون، بدنا نسحب بالحنا. رح ناخذ معلقة صغيرة خل، نجيب المعلقة مقدار معلقة صغيرة من الخل، هاي هي، نحركهم شوي، شوية ملح، شوية ثوم، ربع حبة يعني تقريبا، نحركهم، ننزل عليهم شوية طحينة، نحركهم بهالشكل. هاي صارت عنا الطبقة اللي رح نغطي فيها الفتة. خلينا نحط لنا هون، بس عشان تعطي شكل حلو. هلا نجي على صحون الفتة اللي احنا سويناها مثل ما قلنا. هذا الخبز رح ناخذ يا الله، رح ناخذ الصوص اللي سويناه مع بعض وانا زدت له اللحمه بهالشكل، وهذا الثاني. هلا بنمسحه وبننظف الطبق مزبوط، لانه خلص هلا عم نقفل الاطباق. مخرجنا عم يقول لي انه ما عاد معنا وقت. بسم الله على السريع بنحط هاي. هيك تمام، هيك خالصين. رح نحط بقى بهذا الشكل. طيب هلا الخطوة الأخيرة، رح ناخذ شوي من الجوز. اليوم طبقنا مشان يكون
شرقي شامي على الاخير. الطعم سلايس بهذا الشكل. شوية بقدونس. وهيك بيكونوا أطباقنا اليوم جاهزين. إن شاء الله يا رب يكونوا عجبوكم. حلوين سهلين ما فيهم شيء صدقوني، مفيدين فيهم كثير من الفوائد وما فيهم هيك العجقة ونسوي ونعمل، لا طبق بسيط جدا حلو ممكن انه يكون غدا ممكن يكون عشاء. ما بيتعب حتى اذا واحد اكل انه مثلا بيتضايق انه اكل تقيل، لا اكل كثير خفيف صحي. اهم شيء مثل ما قلت لكم وتقلوا الباذنجان ما حدا يكون من الاطفال بالمطبخ. بتمنى يكونوا اليوم اطباقنا عجبوكم واهلا وسهلا فيكم. ان شاء الله في حلقه ان شاء الله راح نسوي ساندويش وشغلات هيك للاطفال، بحيث انه نحن هلا موسم مدارس بهمنا كثير انه نعتني باكل الاطفال وبالذات الجانب اللي هو بيتعلق الشيء اللي بيحبوه اللي هو الحلويات. ما يكون اي شيء مثلا من السوق انه الطفل ياخذه، لا بامكاننا نصنع له نحن شيء بالبيت مفيد كثير حلو كمان. واهلا وسهلا فيكم ونشوفكم الحلقه الثانيه. مع السلامه.